بقول لي جول جبته عمرك ما تنساه، انا مصمم على في الحته دي. حارس. بص يا كابتن، في جون هنا مع غزل المحله، لو الناس تقدر تجيبه، في النادي الاهلي، ده اللي وداني النادي الاهلي. والله حضر يبص على الماتش ده، خلص 2-2، كان هنا في استاد القاهره، وسجلت انا الهدف الاول. طبعا هو كان الهدف بدماغ ولا شوطة؟ بدماغي، تمام. الهدف ده عشان في الحضري، فبالنسبه لي حاجه كبيره. انا سجلت طبعا في الكابتن نادر السيد برضو، من هو الهدف. الهدف يا كابتن ممكن يبقى شكله حلو، بس في حارس عادي يعني مش طبعا معروف، طبعا لكن لما يبقى في حارس كبير برضو بتفرق. طبعا. فلا، في الكابتن وفي الحضري كمان لما تجيب فيه جون، ده في عز الحضري، في يعني عزه عارف ده. انت، انا مش مستغرب ان الحضري يبص عليها. بس في نادي الزمالك، الجون اللي كان معروض من شويه ده برضو كان برضو في الكابتن عبد الواحد السيد، بالهذا. جبت جونين في امبي. كنا ما اعرفش كان حضرتك موجود بقى ولا لا، كان محله كابتن انور وامبي. سلام محله وامبي في لا لا، طنطا، ما كنتش انا موجود. كسبنا 3-2، جبت انا هدفين، كان كابتن نادر السيد اللي واقف. فدي من الاهداف، وكان في برضه محمد فتحي والناس اللي هي المعروفه، يعني بعتز بالاهداف اللي انا سجلتها فيهم. واكتر ماتش كنت زعلان قوي ان انت ما جبتش فيه جوان؟ اي ماتش بطلع مش جاي في جوان ببقى متضايق جدا بصراحه، حتى لو مكسر الدنيا.